وبأرخص ثمن، يعني ما غاديش تخسري فلوس كتيرة، يعني تقريبا ما وصلش درهم ولا جوج دراهم يعني. فما نعاودش لكم البنات، كي غادي يخرج لكم الوجه ديالكم. فهمت؟ شوفوا البنات، شوفوا كيف ما كان النوع ديال البشرة ديالك، كيف ما عندك المشكلة البنات ديري تفكرين. شوفوا البنات، نتوما كتبرموا داكشي ما كيساليش. هانتوما البنات، شوف باينه لكم هذيك النضاره في الوجه، باينه لكم البنات. سلام بنات، لاباس عليكم، شخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبالف خير ان شاء الله. اللي كتشوف لا فيديو ديالي لاول مره، ما تنسينيش اختيم اللايك لايك لايك، وتشتركي في القناه، واحد العلامه لتحت حمراء وحدها واحد الجرس فعلي، باش اي فيديو حطيته في القناه ديالي يوصلك انت الاولى باذن الله. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على المسابقه، فهي مازال مستمره البنات. ضاعفوا الحظوظ ديالكم، 10000 درهم للربح، 10 الناس اللي غادي يربحوا ان شاء الله، كل واحد غادي يربح 1000 درهم. غير هو ضروري يا البنات ما تشتركوا عند القنوات كاملين اللي كاينه في القناه، اللي غادي نحط لكم تحت هذا لا فيديو في صندوق الوصف، او غادي نحط لكم لا فيديو هنايا، غادي تدخلوا ليه وغادي تشوفوا الشروط كامله ديال المسابقه باش تشاركوا في هذه المسابقه، باش تربحوا ان شاء الله 10000 درهم. 10 الناس كل واحد غادي يربح 1000 درهم. والله يخليكم البنات، غادي تشتركوا عند القنوات كاملين، يعني في الوقت اللي غادي نديروا السحب راه لابليكاسيون غادي تعرفكم واش اشتركتوا عند القنوات كاملين او اشتركتوا غير عند القنوات الاولين. خاصكم تشتركوا عند القنوات كاملين الا بغيتوا ان شاء الله تربحوا في هذه المسابقه ان شاء الله. اذا البنات ما نطولش عليكم، ونخليكم ان شاء الله مع هذه التبريمه، هذا الماسك الرائع البنات، اللي غادي يخلي لك البشره ديالك والوجه ديالك البنات هكا كيدير، غتولي بالله راه كتشعلي وبارخص ثمن. اي بنت درويشه غنيه غادي ديري هذا الماسك ان شاء الله، ما غاديش يفوت منك، ساهل ما فيه لا عذاب لا حتى شي حاجه. واش غادي نقول لكم البنات، جميع انواع المشاكل اللي عندك في البشره رائع 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 البنات، وغادي تجربوه كيف العاده وغادي تشوفوا النتيجه قدام عينيكم، باش كيخلي البشره مضويه وفي واحد اللوين ما شاء الله ما نعاودش لكم البنات. اذا البنات ما نطولش عليكم، ونخليكم ان شاء الله مع مكونات الوصفه وطريقه التطبيق. اول مكون ان شاء الله غادي نحتاجه في الماسك ديالنا، غادي نحتاج جبن مربع او جبن مثلث، مهم اي نوع من الجبن عندك في الدار ممكن تستعمليه. بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه من الجبن المثلث، يعني كنصحكم الجبن المربع، صراحه زوين ما غاديش يدير لكم الحساسيه لا حتى شي حاجه. صافي، وغادي نمعكوه بحال هكا بالمعلقه او بفورشيط او اي حاجه، وغادي نزيدو عليه معلقه اللي غادي تكون صغيره من حليب بودره، اي نوع ديال الحليب بودره عندكم. من بعد غادي نزيدو واحد المعلقه اللي غادي تكون صغيره من النشا الذره اللي هي مايزينا، وغادي نزيدو من بعد المكون الرئيسي في هذا الماسك البنات الرائع الخطير، هو هاد جيرفي دانينو صغيور ديال الوليدات الصغار، يعني ديال الاطفال، راه داير غير درهم تقريبا، درهم ولا درهم ونص في المحلات وفي الحوانت. صافي البنات، وغادي نخلطوا الخليط مزيان مزيان مزيان. اهم مرحله في هذا الماسك هو البنات تخلطوا ليه العناصر كامله جيدا جيدا. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا، هذا هو الماسك اللي صوبنا مجموعين، ما غنعاودش لكم البنات، من اروع ما يكون، من اروع ما يكون. الا ولفتوه غتبقاو دائما ديروه، دائما ديروه، رائع رائع البنات، وغير جربوه واجيو تشوفوه. وهذه الوقيته دابا ديالو ما شاء الله، الوجه كيتغذى بمكونات اللي زوينه، منها فيتامينات، منها بزاف د الحوايج، كيحيد لك التصبغات، كيحيد لك اثار الشمس، كيحيد لك بزاف د الحوايج، يعني اي مشكل عندك في البشره. والحمد لله انا اي تبريمه او اي ماسك او اي حاجه كنحطيها لكم، كنعطيها لكم من كل قلبي، لانكم تستاهلوا تستاهلوا كل خير ان شاء الله. صافي البنات، هذا هو الماسك، شوفوا كيفاش كيولي، كيولي بحال كخيم. اول حاجه البنات حنا متفقين عليها، دائما خاص الوجه ديالك يكون نظيف، ما تكوني حاطه لا مكياج لا حتى شي حاجه في البشره ديالك. انا البنات راه ما كنحط لا فوندو تاه لا حتى شي حاجه، الراعي الرسمي ديالي هو الغوجا ليفغ، ولا كنلصق رموش ولا كندير ماسكارا عادي البنات. صافي البنات، وكنطبقوا الماسك على الوجه ديالنا. بالنسبه لك الا بغيتي تديري حتى العنق ديالك، يعني كديري الوجه ديالك والعنق ديالك بزوج بيهم.
صافي البنات، انتما كيف ما كتشوفوا كملت الوجه ديالي كامل. بالنسبه للكميه راه غادي تكفي لك لمده 3 ايام متتاليه، وتخليه حتى ينشف على خاطره. غير هو البنات ديروا واحد الطبقه اللي غادي تكون خفيفه، يعني ماشي الطبقه اللي كتكون سميكه. صافي خليه حتى ينشف على خاطره، ونتلاقاو من بعد باش نحيدوا الماسك ان شاء الله. صافي البنات، من بعد ما نشوف معانا الماسك ما غاديش يطول معاك بزاف، ما ياخذش معاك بزاف ديال الوقت، دغيا كينشف البنات دغيا دغيا. صافي شنو كنديروا؟ غادي نبقاو نديروا بحال هكا بحال هكا، راه ساهل كيتبرم دغيا دغيا بحال هكا. ها نتوما نعاود لكم البنات، راه رائع 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 هذا الماسك، غادي تجربوه وغادي تولفوه، ما غتبقاوش غتولي دائما تبقاي ديريه، غتولفوها البنات. غير جربوها البنات وجيو ردوا عليا خبر بحال هكا البنات. ها نتوما شوف بحال هكا، وسبحان الله لابو دغيا كتشرب هاد الماسك دغيا كتشربو. ما نعاودش لكم البنات كي غادي يخرج لكم الوجه ديالكم، غير جربوها البنات وجيو ردوا عليا الخبر. شوفوا البنات، هانتو شوفوا اللون كي كيولي واحد لوين زويون. هانتو شوفوا البنات، شوف كيف ما كان النوع ديال البشره ديالك، وكيف ما عندك المشكله البنات ديريها 3 ايام واجي تفكرين. بنات وغتخدموا حتى العنق ديالكم، انا غير ما بغيتش نوسخ الحاله. صافي بحال هكا، شوفوا البنات نتوما كتبرموا داكشي ما كيساليش. هانتوما البنات شوف، باينه لكم هذيك النضاره في الوجه، باينه لكم البنات، باينه لكم النضاره ما شاء الله. هانتوما البنات كيفاش اللون كيفاش كيتصفى وكيبان لك مضوي ما شاء الله. هانتوما البنات شوف، انا باقا ما غسلت لا وجهي لا والو، شوفوا كي كيبان، تتبان لكم ديك النضاره في الوجه ما شاء الله، يعني كيبان لكم مضوي. المهم البنات انا غادي نغسل وجهي ونتلاقاو من بعد شنو غادي ندير ليه. انتم البنات كيف ما كتشوفوا تبارك الله كتبان لكم ديك النضاره في الوجه ما شاء الله، كيبان لكم مضوي. انتم البنات راه باقي فازق وجهي، انتم واخا كاع ما مسحت صافي، وكتمسحي وجهك وكتجيبي اي كريم مرطب او زيت او اي حاجه انت مولفه كديريها للوجه ديالك، لانه ضروري البنات مرحله الترطيب بعد لي ماسك كاملين. انا غنستعمل البنات هاد الزيت، زيت الصبار. بالنسبه لزيت الصبار البنات زوين للعنايه بالوجه والجسم والشعر، رائع رائع البنات. غادي ندهن به الوجه ديالي بحال هكا، والكلمه المشهوره ما تسقرميش على راسك، دهني اختي وجهك مزيان مزيان بحال هكا. بحال هكا صافي البنات، كدهني الوجه ديالك مزيان مزيان، والعنق ديالك في حال تخدمتي حتى العنق ديالك. صافي بهذه الطريقه رطبي الوجه ديالك مزيان مزيان. غادي ديروها البنات 3 ايام متتاليه، وغادي تشوفي واحد النتيجه اللي خطيره خطيره بزاف بزاف. وانتم البنات من اول استعمال شوفوا النضاره تبارك الله اللي كتعطي في الوجه، يعني جميع انواع البشره يقدروا يستعملوا هذا الماسك اللي رخيص 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 بزاف، واي وحده تقدر تستعمله. صافي البنات غادي نقول لكم ما سخيتش بكم، وان شاء الله جاي المزيد والمزيد من الوصفات اللي غتعجبكم وغتحمقكم باذن الله. اش غادي نقول لكم البنات، شكرا على الكلام الزوين اللي كتخلي ليا في لي كومونتير لي ليختيكم. غادي نقول لكم ان شاء الله البنات في لا فيديو جاي.